ظهرت الفنانة ريم البارودي في مقطع فيديو جديد لها وهي ترتدي فستان زفاف باللون الأبيض وفي كامل أناقتها لتعلن عن مفاجأة كبيرة يتم التحضير لها خلال الفترة الحالية. سوف يكشف عنها قريباً. ونشرت البارودي مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وهي ترتدي فستان الزفاف وكتبت قريباً جداً جداً، وسرعان ما ربط الكثير من متابعيها بظهورها الملفت للانتباه بعد تداول فيديوهات للمطرب أحمد سعد التي ظهر فيها مع علياء بسيوني عارضة الأزياء والتي أعلن خطوبته عليها. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.